بقرار توجيهات من مجلس الوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء تم وقف كل الاحتفالات الشعبية، وأيضا اللي من خلال وزارة الإعلام أو حتى القطاع الخاص. طبعا هذا الأمر، احنا نعيش هذه الأيام أعياد وطنية، ولكن لا نريد لاحتفالاتنا الوطنية أن تسبب أي انتشار لهذا الفيروس اللي وجدوا فيه 3 حالات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اليوم أهيب المواطنين والمقيمين أن لا يلتفتون إلى الشائعات وأن يأخذونها من مصدرها الرسمي اللي هو وزارة الصحة أو عبر كونا. هذا أعتقد واجب وطني على الجميع في مثل هذه الظروف اللي إحنا قاعد نعيشها. الكل، جهات الدولة متعاونة في هذا الأمر، فإن شاء الله يعني إحنا حريصين في اجتماع مستمر. أيضا وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكون مجلس الوزراء في اجتماع دائم، والتنسيق بين جهات الدولة في كل المجالات، وإن شاء الله بإذن الله أن تعدي هذه الأيام على خير، وأن الله يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. فأنا أحب يعني أجدد لكم شكري مرة ثانية على هذا التفاعل وهذا الاجتماعات المستمرة، واللي إن شاء الله بإذن الله تثمر نتائجها وتطمن الناس في الإجراءات اللي قاعد تقوم فيها الدولة بشكل كامل.